مشاهدينا مرحبكم في برنامجكم شاشة شو. الموضوع ديال اليوم سهل، غير اللي قلنا لكم مش الروج تنجاب قرن انا لا بغل انا لا كلب انا ما ادري لا ما تعرفوا. الموضوع ديالنا اليوم هو الحيوانات دراري، حيوانات في المغرب الأليفة. ربي شي كليب شي مشي شاد دراري لا ربي كليب وفكرون وشنو شنو حنان انا كاع تبع انت دراري انا كنربي كلاب بزاف. كان عندي واحد الكلبه سميتها لويزا. لويزا شرفين. وكنذكروا المشاهدين ديالنا اللي بغاو يعيطوا لنا، كاين واحد الرقم هو لتحت عيطوا لنا حنا كنسمعوا الباقيين ديالك. على فكرة على فكرة يا حبيبي الرقم ده رقم أخضر يعني بلاش دراري واحد لابين حاليا. الو السلام عليكم. الو الو وليد لاباس سيري دوا الحيوان ياك؟ ايه سيدي. بغيت نسولك هذا اللي دوني دحش ها تحت الله هذا دحش ها حيت يخدم النهار كامل دحش وانا اللي تبعتني ورا الباك ما خدامش انا شنو ها انا اللي دحش. اركب زيد اركب الله تركب زيد زيد اطلع اطلع كنقول لك اطلع زيد ما تعكس ما تعكس من الصراحه باقي لسه ما خدامش صعيبه القليل. ولا في الحيوان هذا في المغرب يعني اي حيوان تبقى حيوان زعما الكلب تيكون كلب. انا هو اللي كيعجبني غير البلاد لكن حق حق ماشي فهمتي حيوان تبقى حيوان. الدحش حاشاكم دحش عزك الله. الو انا صافا الدراري انتوا الحيوانات ياك انا شنو تقول الناس ما بس الحيوانات شنو تقول ها قاعدين تقول هضره على بلادهم صافي تسوا الحيوان. انا فهمت الميساج انا ركبت من بعيد صابوش هذا اللي عاش على البيوت حيوانات نديرو بدون تعليق بدون تعليق على بدون تعليق. الو السلام عليكم. هو تزرع الحيوان في اليفا؟ اييه. شوفوا اخويا هذا لك لالي ولد خالتي عارف شنو ندير معاه. اجمع راسك نجيب لك جدك. فهمت انا الدراري فين هذاك الدجاج اللي في الباطوار هذاك الدجاج الغلاب الدجاج الغلاب مسمينه مارادونا. الحلقة ديال اليوم سالات ما كفاناش الوقت باش نهضروا وكاين ما يتقالنا على الحيوانات. نتلاقاو المرة الجاية إن شاء الله دائما نفس الوقت. السلام عليكم دائما برنامجكم شاشة شو نفس الموضوع إن شاء الله تسنونا باش نبقاو نهضروا على الحيوانات. كاين اللي يتقالوا لنا هو لا شوية خاصة مالك مالك حنان